السلام عليكم ورحمة الله، معكم زيد من قناة كهربجي. أهلا وسهلا فيكم بسلسلة الجيمات. اليوم راح تكون معنا الأسئلة من سؤال رقم 6 لسؤال رقم 10. أي استفسارات أو أسئلة على فيديو اليوم أو الفيديو السابق بتقدر تكتبوا لي بالتعليقات، إن شاء الله إني بقدر أجاوبكم على أي سؤال بدكم إياه. بدون أي تأخير يلا نبدأ. هنا السؤال رقم 6، معطيني 4 نقاط، احكي لي انهم بنفس الترتيب على نفس الخط، اوكي، ومعطيني المسافة بين A و B 3 سنتيمتر، المسافة بين A و C 4، المسافة بين B و D 6، وبده المسافة بين C و D. هون لو عملنا رسمنا خط مستقيم، معانا النقاط A سي ودي، بيحكي لي إن النقطة المسافة بين النقطة A B بتساوي 3، معناته المسافة هون 3، A ل C اللي هي بتساوي 4، والمسافة بين P ل D بتساوي 6، فبدي المسافة بين C ودي. أوكي، هنا حاليا إذا هاي المسافة 4 وهاي المسافة اللي هون 3، معناته بفهم إنه المسافة بين B و C بتساوي 1، أوكي، وهو حكى لي إنه المسافة بين B و D 6 ناقص 1، الجواب بيطلع عندي مسافة بين C و D تساوي 5، إذا الجواب الصحيح هو A. نشوف السؤال رقم 7. هون أصدقائي السؤال رقم 7، معطيني معادلة بالمتغيرات x y z، بحكي لي إنه x قيمتها -2، y بتساوي 1، و z بتساوي 3. راح نبلش نعوض بالمعادلة، واللي هي عندي -2 تربيع في 1 في 3 ناقص اللي هو -2 في 1 في 3 تربيع، كم بتساوي؟ عندي هون 4 في 1 في 3 ناقص -2 في 1 في 9، اوكي، هون تطلع عندي 12 ناقص -18، والجواب بيطلع عندي سالب مع سالب بصير موجب، والجواب بيطلع عندي 30، واللي هو الجواب الصحيح سي. وخلينا نشوف السؤال رقم 8. هون أصدقائي بالسؤال رقم 8 بحكي لي إنه بائع تذكارات اشترى 1000 بلوزة لمناسبة خاصة، اشتراهم على سعر $5 لكل حبلة، 1000 بلوزة $5، بائعها باع 600 بلوزة في يوم الإيفنت أو يوم المناسبة على سعر $12، بعدين باع 300 بلوزة، أوكي، على سعر $4. بعدين ما قدر يبيع البقية، واللي هم البقية واضحة انه 300 زائد 600 900 من اصل 1000، بضل عندي 100 بلوزة الباعها ما قدر يبيعهم. ف بطلبني بالسؤال انه كم اجمالي الربح اللي عمله من وراء بعت هالتيشيرتات. فهون اصدقائي كيف بنحسبها؟ بنعمل عندنا انه باع 600 بلوزة ب 12 زائد 300 في 4، هذا عندي هنا مجموع الربح تبعه اللي هو زي ما احنا بنحكي اللي داخل واللي طالع، هو دخل لجيبته 600 بلوزة ب $12، وبرضه بالاسبوع اللي بعديه 300 في 4، هاي مجموع المصاري اللي هو دخلها، كم دفع من جيبته واللي هو ناقص 1000 بلوزة ب $5. هيك راح يطلع عندي إجمالي الربح تبعه 600 ب 12 7200 زائد 1200 ناقص 5000، كم بتساوي؟ وأنا بطلع عندي 8400 مجموعهم ناقص 5000، والجواب بطلع عندي 3400، واللي هو الجواب رقم E هو الجواب الصحيح.
خلونا نشوف سؤال رقم 9. هون أصدقائي بالسؤال رقم 9 معطيني إذا X أكبر من Y و Y أكبر من Z، فأي من الأجوبة هاي اللي عندي قدامي بيعبر عن أكبر قيمة؟ فكيف بنبلش حل هيك سؤال؟ بنحط، نفرض إنه هذا خط الأعداد اللي عندنا، هون الزائد هون السالب. أوكي، فالقيمة الأكبر راح تكون هون والقيمة الأصغر راح تكون هون. إكس أكبر من واي، ففرضنا إكس موجودة هون معناته واي أصغر منها وموجودة هون. واي أكبر من زد، يعني لسه في عندي زد، فصفت القيم إكس أكبر إشي، واي بعديها وزد بعديها. فبنيجي بنشوف الأجوبة اللي عندي، إكس ناقص زد واللي هو يعني خلينا نحكي رقم كبير ناقص رقم صغير، معناته الجواب اللي عندي موجب. هون عندي x ناقص y برضه الجواب موجب. هون عندي بحكي لي y ناقص x معناته رقم أصغر بنطرح منه رقم أكبر منه، معناته الجواب عندي راح يكون بالسالب. z ناقص y برضه بيطلع عندي الجواب بالسالب. z ناقص x برضه بيطلع عندي الجواب بالسالب. معناته هذول الأجوبة كلهم أنا راح ألغيهم لأنه في عندي إشي موجب. بس لما نيجي نقارن بين الجواب رقم A و B، أوكي، راح نطلع نشوف إنه X ناقص Z من هون لهون، وعندي X ناقص Y. لو فرضنا فرضيا إنه هاي القيمة X 10، وهاي القيمة 5 فرضا، وهاي القيمة 3. أوكي، 10 ناقص 5 أكبر من 10 ناقص 3؟ أكيد لا، لأنه عندي Z هو أقل قيمة موجودة بيناتهم، معناته x ناقص z هو الإجابة اللي راح تعطيني أكبر قيمة. فإذا الجواب عندي هو إيه؟ وخلونا نشوف السؤال رقم 10. هون أصدقائي بالسؤال رقم 10 بحكي لي إذا أنت بدك تطلب نباتات من كتالوج معين راح تدفع سعر النبتة الوحدة 3 دولار، راح يطلع عندك 5% اللي هي ضريبة على مجموع اللي انت طلبته. يعني لو فرضا طلبت 10 نباتات ب 3 دولار راح يطلع عندك 30 دولار، 5% عليهم، اوكي، راح تطلع عليك ضريبة زائد مصاريف شحن 6.95 دولار بغض النظر عن الكمية، فكمية الشحن سعر الشحن ثابت. بحكي لي انه شركة اسمها سي طلبت عدد معين من النباتات وطلعت اجمالي المبلغ المستحق عليهم اللي هو 69.95 دولار، فطالبني بسؤال أعرف كم عدد النباتات. فأول إشي بفكر فيه إني أحط معادلة بالمعطيات اللي موجودة عندي. طبعا المعادلة بدها متغير، المتغير راح يكون عندي إكس واللي هو عدد النباتات. خلينا نبلش نعمل المعادلة. هون عندي اللي هو 3 ضرب عدد النباتات 3 دولار ضرب عدد النباتات راح يطلع عندي سعر النباتات، زائد شو عندي 5% معناته عدد النباتات مضروبة في سعر اللي هو 3 دولار ضرب 0.05 واللي هو 5%، أوكي، زائد شو بضل عندي مصاريف الشحن 6.95. هذا الحكي كله بيساوي اللي هو القيمة الإجمالية اللي عندي. اوكي، هون عندي عامل مشترك 3x 1 زائد 0.05، وهاي بنقولها للجهة الثانية بيطلع عندي الجواب 63. اوكي، 3x ضرب 1.05 بتساوي 63. اوكي، نقسمهم على 3 ضرب 1.05 واللي هي بتساوي 3.15 عندي هون. اوكي، بيطلع عندي الجواب اكس بتساوي 20 واللي هو الجواب الصحيح رقم سي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا. اي استفسارات تقدر تكتبوا لي اياها بالتعليقات وراح اجاوب عليها. اي شيء ما فهمته ان شاء الله راح اعيد لك اياه او اكتب لك او اشرح لك بالفيديو القادم. وكان معكم زيد من قناة كهربجي سلسلة الجيمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.